كان طيفه ديالك هنا وقالت لك انا ما عرفتش شنو هو سبب الخلاف وحاولت نهضر معاها وهي ما بغاتش تهضر. وفي حد ذاتها هذه الجمله هذه اللي قالت بحال انا اللي ما مزياناش وانا اللي ما باغيش نهضر وانا اللي متكبر على هذا الشيء، شي كامل ما كاينش. داكوغ. هند بن جباره كانوا حساسيات في البلاطو وهي عارفه مزيان مناش هاد الحساسيات هادو، دونك ما كايناش انك تطلعي المنابر الاعلاميه وتقولي انا ما عرفتش انا ما شفتش وانا ما درتش وانا انا شخصيا رشيد ما يمكنليش نطلع المنابر الاعلاميه ونستعطف الجمهور بواحد الشخصيه اللي لعبتها، حيت انا لعبت شخصيه ظريفه غنطلع نستعطف الجمهور بواحد الطريقه ديال انا ما درتش وهما وهي ما عرفتش مالها. لا انا اللي على قلبي على لساني، انا نقدر نبان قاصحه ونقدر نبان كن قبيحه ولكن انا في قلبي على لساني ما كنعرفش النفق وما كنعرفش نكذب. انا ما غاديش نطلع المنابر الاعلاميه باش نستعطف الجمهور. الجمهور ماشي مكلخ، الناس اذكياء، ما يمكنلكش يكون عندك مشكل مع بزاف ديال الناس ودوك الناس كلهم خايبين وانت بوحدك اللي زوينه، راه ما يمكنش. طلعوا شي حويجات ما تفهمناش، دوزت حاجه وجوج وثلاثه واربعه وبزاف الحوايج وانا تري بروفيسيونيل وهادشي يقدر يشهدوا به صحابي كاملين. واحد الوقيته كناخذ دي ديستانس ديالي ومن حقي كيف ما قلت لك فاش كنسد في مره.